مرة ثانية أروح على تبويب contents ولغرض إضافة new item أو new application. طبعا الابليكيشن كلش مهمة أيضا. أنا بس عندي ملاحظة على new item. أنا راح أنبهكم على أنه إضافة new item في قدر ما يتعلق الأمر وما يخص أعمالكم اليومية اللي هي بالwater utility network وأعمال المنسيبال مثلا activities إلى آخره. أنا أبدأ أغلب مشاريعي العملية اللي بال RGS online أو pro بالfeature layer. فراح أنقل على feature layer اللي هي create. طبعا إنشاء feature layer جديد. عندنا خيارات متعددة اللي هي create blank layer اللي هي فارة layer فارة, وعندنا أيضا select existing أو use template. أنا بس مجرد أريد أركز لكم على use template. فالتمبلت مميزة, بس مميزة بقدر ما أنت اطلعت عليها مسبقا. فإذا نخرت على use template اللي هي قالب فارغ, يعني قالب مسبق لإعداد سوري, قدر تعلق الأمر بموضوع التمبلت يفضل أنه أنت عندك معرفة مسبقة بالتمبلت اللي موجودة أصلا في الأونلاين من شركة إسري. فراح أسوي use edit template sorry وأقول له next, وراح يطلع لك قائمة من كثيرة من التمبلتس. مثلا على سبيل المثال agriculture عندي, أو as built features زين, أو عندك أنت بالnatural resources وإلى آخره. خلينا نشوف بالwater utilities. أوكي water utilities. بالwater utilities عندنا كثير من الطبقات اللي هي back flow inspection اللي هي تصفح او متابعة هذا, والdrinking water والى اخره. خلينا نشوف location tracking او leak investigation اللي هي يعني مناطق اللي بيها تسرب للمياه في الانابيب. فراح انقر عليها اختيار واقول لها next حتى اروح على المرحله الثانيه زيني, وهي هاي الطبقه اللي اختارها التمبلت, واللاير ديتيلز موجوده هنا, هي من نوع بوينت. اوكي هو قال لك انت بالليك انسبكشن انت ما محتاج اطوال ولا محتاج مضلعات. انا اختاريت لك الطبقه اللي انت تحتاجها في شغلك زين, وهي طبعا بها اتريبيوت ايضا. الاتريبيوت يعني قصدي البيانات الجدوليه اللي انت تحتاجها بالانفستيجيشن زين. فاقول له نيكست زين, وطبعا اد جي بي اس ميتا داتا, يعني ميتا داتا هي داتا ابو داتا زين, ونيبل زد فاليو. شنو الفرق بين الجي بي اس هذا وذاك؟ هذا دقته 9 متر, هم شركه اسري قالوا بالنسبه لدقه الموبايلات كلها 9 متر, يعني من الممكن 2 متر يطلع لك موبايل ودقيق جدا. بس هو الديفولت مالته ضمن المعايير مال شركه اسري هم يقول لك 9 متر زين, يعني لا تنسى هاي 9 متر. بالنسبه للكوميرشال هذا دقته حسب النوع زين, يعني هاي التاجات مجهز لك اياها بحيث انت ما راح تحتاج تاجز وما تاجز الى اخره. اللي انت لو لم تنشئ التاجز في الطبقة الأخرى راح إيش؟ راح يصير عندك مشكلة ألا وهي عدم إنشاء الخريطة, وراح تتأخر, يعني ممكن تتأخر ساعة أو إلى آخره. فهاي الصمري اللي هو شنو؟ ممكن أحد يقرأها enables field staff كذا. هو جهز لك كل الأشياء اللي تحتاجها. التابلت جيد, هذا المقصد من الموضوع. وأنا هقول له سيف زين, وتايتل بس باقي عندي تايتل زين اللي هو زين سيرفي اللي هو سيرفي مثلا موصل مثلا بايب او ليكس زين. اوكي موصل ليكس الى اخره زين. انا متعود انه دائما اخلي اندرسكور زين, لان دائما الاندرسكور هو الديفولت. من المحتمل انه بعض الاحيان انه بدون هاي تقلص هذه, بس سوي كابيتال وسمول. عرفت شنو طريقه التسميه؟ اوكي طريقه التسميه مهمه حتى يصير عندك ستاندرايزيشن بالتسميه.
بعد ما التمبلت يكون جاهز من المحتمل انه يكون عندي اعدادات حتى يكون جاهز للعمل الفيلد. انا فقط حبيت انه انبهكم على اهميه التمبلت، ويوجد ايضا فيها مواضيع تقريبا كثيره جدا، بحيث انت عندك بالغاز وعندك بالستريت وبالاجريكلتشر والى اخره. زيني وهاي الطبقه هي فارغه، راح تكون فارغه زين جاهزه للعمل. هذه سواء صار عمار هسه سوى طبقه اولى حتى بصرح معي طبقه اولى جاهز. طبعا تقدر تشتغل عليها هنا مباشره، يعني هسه تفتحها من هنا راح يفتح لك اياها بماب تمام، وضيفها من هنا مثلا هذه اللي انضافت. اي طبقه تقدر تضيفها على هذه، هذا الشغل كله اونلاين راح يصير، هذا الشغل مالك كله راح يصير اونلاين، وتقدر تضيف طبعا الفيتشرز. انا ما دخلت هواي على الاونلاين، ليش؟ ارجع واقول انا الاونلاين حاليا اشوفه حسب رايي الشخصي بس فقط اونلاين، ما وصل الى المرحله اللي شايل البرو. انا بما انه عندي لايسنس على الاونلاين اشتغل على البرو وصعد على الاونلاين، كمل شغل على البرو وصعد على الاونلاين، او اذا حتى اذا عندي شغل اونلاين اطلع على البرو اكمل وارد ارجع اونلاين. انا هاي انا شاشه عشان هاي اسهل، بالضبط كاراتك اوسع والاسهل تعدلها. يعني هسه حتى تسوي اديت، شوف حتى تسوي اديت حتى ترسم مثلا هنا ما عندك الا اذا تقول له اديت شو تريد تضيف، خلينا نضيف هذه مثلا. شوف ما عندك الخيارات اللي عندك هناك، من تضغط كليك يمين شايف هناك، من تضغط كليك يمين الديستانس والدايركشن والفيتشر والمقاس، يعني مو هذا فهناك اسهل لك يعني. بس ممكن انت اذا تشتغل اونلاين كل الشغل ممكن تسويه اونلاين، بس هناك لا افضل. يقول احنا غيرنا الكوردينيت سيستم هنا، احنا هنا غيرنا الكوردينيت سيستم مال ما يسمى بالاوندر كارد، يعني مال الباب فقط، الخرائط نفسها اللير نفسها محتفظه بالكوردينيت مالها ما تغيرت، اللي تغير فقط الماب الفيو اللي تشوفه فقط، اما اللاير فقط محتفظه بالكوردينيت سيستم مالتها ال دبليو جي 87 يو كي زون 38 اي. انا اريد اسوي شغله، هذه الخارطه اذا اعطيها شخص راح يعدل عليها، انا اذا اعطيها شخص بس يشوف، اعطيها شخص بس يقلبها، فقط شخص مو كل الاشخاص، مو كل الاشخاص يقدرون يشتغلون على هذا. اي انا شو انطيه؟ ارد انطيه ابلكيشن معين، بحيث شلون انت بتفتح جوجل ماب يمك او المابس، ما تقدر مثلا تضيف بس عندك مثلا تبحث تسوي لوكيشن، تسوي زوم من زوم اوت طلع ريجن فقط، هذه شو اعطيها؟ اعطيها صناع القرار مثلا او اعطيها للاشخاص العاديين، ما دخل على هذا. هذه ويب ماب، هذه يشتغل عليها المختصين، هذه يشتغلون عليها الجايسين اللي هو انتم، بس انا اسوي ابلكيشن يسموه ويب ابلكيشن، بحيث اعطيه الاشخاص هذا ما يعدل ولا يسوي كل شيء بس يتفرج عليه، بحيث اي شخص ممكن يشتغل عليه تمام. فحتى نسوي ويب ابلكيشن، هذه الماب نفسها بعد ما افتحها او حتى قبل ما افتحها اسوي لها من هنا شير، حتى اسوي لها شير. طبعا هذا الرابط اللي قلت لكم عليه قبل شويه، الرابط القصير مو هذا الرابط، تبتدي تسوي شير تعطي هذا الرابط، بس انت لا مبدئيا لا تنطون هذا الرابط، ليش؟ لانه هذا الرابط شو يعطيك؟ ينطيك هذه، هذه مو كل الاشخاص يشتغلون عليها، ارجع واقول هذه فقط للمختصين اللي يشتغلون على الجايز. راح نسوي هسه ويب ابلكيشن، هذا اللي انطي الرابط ماله، مثلا انا سويت فت خريطه معينه واريد الناس تطلع عليها، مو تعدل، تطلع بس يشوفها، ادزلهم الويب ابلكيشن، رابط الويب ابلكيشن. فايش راح اسوي؟ راح ادوس على الشير، وهذه عندك هنا خيار اسمه كرييت ويب اب، راح ينقلك الى تختار التمبلت اللي يشتغل لك عليه، شو راح تكون الواجهه مالتك. طبعا اكو عده واجهات هنا، ممكن صفحه الكترونيه يعني صفحه اونلاين جاهز. فاني بالنسبه لي حتى اختار ابسط الموضوع، راح ناخذ احنا انتم اذا ما تشوفوا المثال ما راح تعرفون اصلا ايش داعي، انا متاكد اذا ما تشوفوا المثال ما راح تعرفون ايش راح نحكي. فراح اخذ البيسك اللي هو البسيطه، يعني اختارها واسوي له سيلكت واقول لك كرييت ويب اب،
راح ينقلني الى هذه اللي من عندي البيانات اللي هي اسم الويب ابلكيشن اسمه ويب بغداد كولكتر، وهذه التاج والسمري هاي البيانات، وهذا الفولدر نفسه مال هذا الويب اب. هسه راح تشوفوه، اذا ما تشوفوه ما راح تفهمون احنا ايش نسوي اصلا. هذه اكو هنا بعض الخصائص، مثلا هذه الصفحه اللي راح يشوفوها الناس، شكو بها؟ اكو بها الهوم، اكو بها البلاس الماينس، اكو بها السيرش، اكو بها هذه مال اللايرز، اكو مثلا شيء دفعل بعد خواصاني من هنا. هذه خلي اسوي باك، هذه الخصائص يقول لك شو تريد تغير بالخصائص، اضغط على هذه وحده وحده. مثلا بالماب انا مسوي سيلكت للماب، هذه اذا اضغط على سيلكت ماب راح يوديني على المابس اللي عندي بالاونلاين. هذا ويب اب، خلي شويه يسعدنا. انا بدي اسوي ابلكيشن اشوفه للناس، شو احط لهم بي؟ احط لهم بي ما بيتفرجون عليه، واضحه؟ فانا شو مسوي ماب؟ ايش عندي ماب مخزونه بالاونلاين راح تظهر عندي هنا، فراح اقول لهم انا اريد اشوفوا هذه الماب واسوي لها سيلكت. ايش عندنا بعد؟ اسوي لها مثلا نيكست. هذا الليجند فعال لو مو فعال؟ راح اخليه فعال، يطفي او انشغله اللي هو هذا، فعال او مو فعال. اسوي نيكست راح ياخذني مثلا عندك الديسبلاي سكرول، حتى بعد ما يسوي سكرول، هسه بدي اسوي سكرول ما يشتغل، ما يسوي زوم، اذا طفيه يقدر يسوي زوم. تمام. اللاير ليست راح يسوي لك لسته مال لايرز، ينتج لسته مال لايرز اللي هي هذه. تمام، يعني يطفي وحده وما يطفي وحده، اريد اخليه يطفي او ما يطفي. ايش عندك؟ يسوي سكرين شوتس، السيرش، السيرش يقول لك اوبن اوت ستارت، يعني اول ما يفتح يطلع السيرش، اذا تخليها هيجي الا يضغط على هذه يلا تفتح عنده، هذه مو مهمه يعني. تمام. بعد ايش عندنا؟ خلينا نسوي له نيكست. هذا الثيم تيد دارك او 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 لايت، يعني هاي ابيض لو اسود. عندك ذين البتنز ذين بدنا نحكي عليهن، هاي الهوم بتن مثلا اذا نزلها جوا هسه مثلا اذا اسحبها راح يصير جوا الزوم. تمام. يقول لك على اليمين راح احط لك هذني. فهذا الويب ابلكيشن، هذا الويب ابلكيشن ما مخصص لكم، هذا الويب ابلكيشن حتى سويت تنطيه للناس يتفرجون عليه. سويت خارطه تقول لهم يابا يا ناس تعالوا تفرجوا هالخارطه مالتي، تجيب معلومات من عندها، تعال هذه تفرج عليها، فراح اسوي لها ببلش. تمام. كونفيرم راح اسوي لها ببلش حتى اقدر ادزها للناس. هسه ببلشت اي. تمام تمام. هسه اذا اسوي لها لانش او تشغيل اشتغلت عندي، هذا هيك راح يشوفوا الناس، راح يشوفوا الناس بهذا الشكل. مثلا عندك هنا اللايرز اللي حكينا عليها، طفي وتشغل. طبعا هذا انا مختار البيسك اللي هي اسهل وحده. تضغط هنا ينتج البيانات البوب اب، وعرفنا البوب اب شلون نقدر نحدد شو يشوف ما يشوف من الويب ماب، ونسوي لها كل لاير نحدد لها. هسه هذه اذا لو فرضنا اوكي، راح اروح منا على الكونتنت. هسه الويب ابلكيشن كمل عندي، هذا اللي اقدر ادزه للناس. اروح على هذه، المفروض هنا عندي ويب ابلكيشن اللي هو هذا مسمينه ستارت اب هم، اي هذا. تمام. اذا اضغط عليه راح يطلع لي الواجهه اللي مال التعديل مالته. هذا الويب اب مالتي اللي اقدر ادزه للناس. طبعا اذا اسوي له شير من هنا everyone او public حتى كل الناس تقدر تدخل له، واسوي له سيف راح يسوي له ابديت لل. هذا موضوع الشير يعني يطول شرحه، لانه قلت لكم بي شو اسمه بي شو نسميه احنا كوبي رايتس، يعني الموضوع كوبي رايتس. فمن هنا يسوي فيو ابلكيشن، هذا شفنا الابلكيشن، هذا الرابط ماله اللي يشتغل عندك في كل مكان. تمام. هذا اللي تدزل الناس يشتغلون عليه، لانه الناس انت ما تدزلهم الويب ماب. الويب ماب اذا اسوي وين الكونتنت، اذا اروح على الكونتنت الويب ماب مالتي هذه الويب ماب يشتغلون عليها. ارجع واقول للمتخصصين دا اركز على هذا الموضوع حتى نفرق بين الويب ماب
الويب ابلكيشن والسيرفي اللي هسه راح نجي كل واحد وشغلته. تمام نضيف بعد خلي اسوي له بريفيو بسيط. شوف هنا بالبريفيو شو ينطيك؟ ينطيك انت وين راح تستخدمه او وين راح تشوفه. حتى منطيك مثلا بالايفون هيك راح يطلع، ينطيك بالايفون 8 الايفون 7 هذا ما اعرف شنو، هذا ال جي ايفون 4 ال اتش تي سي تمام هذا الايفون اكس راح يظهر عندك هيك. فانا ارجع اخلي اسوي له لانش بالنا بالموبايل حتى اشوف شلون بالحاسب عفوا حتى اشوف شلون يطلع عندي. فانا صار عندي اثنين ويب اب، صار عندي الانستانت ذاك البسيط والسريع وصار عندي هذا التفصيلي. طبعا ما ظهرت الطابعه اللي هنا ضفتها ما ظهرت، ليش؟ ما سويت لها منها سيف فما ظهرت هنا. راح سويت لها سيف هسه اسوي لها لانش المفروض تطلع عندي هنا. الثلاثه ويدجتس اللي ضفتهم اخر شيء ما ظهرن اللي ما سويت لها سيف، شوف هسه ظهرن. فاذا اضغط على المجر ديستانس مثلا اضغط هنا واضغط هنا انطاني الديستانس، فسويت له ويب اب يشتغل عليه. هنا شو كانت شنو البيس ماب، صار عندي بيس ماب. هذه البرنت اذا تسوي برنت تمام ماب اونلي والى اخره، طبعا بي دي اف او جي بي جي سوي له برنت. فهذه الوجتس اللي ممكن اضيفها هنا. طبعا هذه ليش هذه الوجتس؟ لان انا مختار هذا الثيم المعين، اذا اختار غير ثيم راح يطلع لي غير شكل. اذا اختار هذا يمكن كان ياهو الثيم، هذا الثيم مثلا طلع لي غير شغلات يعني غير ترتيبات، غير ثيم غير شكل. هذا شنو الباكيت، هذا غير ثيم تمام. يقول لك حتى تضيف الوجتس مثلا خلينا نضيف الاد داتا. بالمناسبه حتى اد داتا يقدر تضيف وتنطي المكان اللي تضيف من عنده الداتا، يعني بحيث يقدر يضيف داتا. طبعا هذه ما افضلها، يعني المفروض ما ننطيها احنا الهيوليجي تمام. فمنا من هنا نقدر نسوي سواء الويب ابلكيشن التفصيلي او الويب ابلكيشن السريع، ذن اثنيناتهم هاي اللي انطيها للناس. لما اذا سيفنا بالله سيفنا احنا لو ما سيفنا قبل شوي سيفنا مو هذا اللي سيفنا ما اريد سيف هذا اللي اسوي له سيف اس تمام 3 كوبي. اذا اروح هسه على الكونتنت اروح على الكونتنت هسه صار عندي انستانت اب واثنين ويب اب ايضا. هذا ويب مابينج ابلكيشن ثلاثه وعندي هذا انستانت اب اللي سويناه بالبدايه. هذا اذا نضغط عليه هذه الخصائص مالته، هذه الشير اللي حكيت عليها استاذ علي، هذه الشير اللي هنا الخصائص الشير يعني انا من اللي اخليه يشتغل عليها، يعني شو نسميها احنا ايش مكتوب عندكم بالعربي؟ مشاركه. اي المشاركه، يعني من يقدر يشتغل على هذا الويب اب؟ سوي له سيف. هسه ايفريون يقدر يشتغل عليه، كلهم يقدرون يشتغلون عليه، كل شخص يقدر عنده الرابط ممكن يشتغل عليه تمام. السيرفي اسمه سيرفي 1 2 3 بس لا مو هيجي، هو سيرفي بالجايز طبعا مو سيرفي 1 2 3 بس، سيرفي 1 2 3 المفروض هنا اللي هو سيرفي دوت ارك جايز. هذا السيرفي راح اسوي ساين ان بوزيشنري، مرات بس بوزيشنري استبيان بتاخذ استبيان مثلا للاحصاء. لا ان الكولكتر تسوي للفيلد وركرز الناس اللي تشتغل وياك، السيرفي تسوي للناس للمواطنين. هذا واحد وهذا واحد. فاسوي نيو سيرفي، هذه الواجهه بعد الفتح طبعا. اسوي نيو سيرفي وهنا يقول لك تدمن تابلت شلون تريده، فخلينا نسوي بلانك او خلينا نسوي تمبلت مثلا. شوف تمبلت انطاك هذني
انا ما افضل طبعا لان ذني هوسه احنا قد يكون ما يفيدنا وبالانجليزي اكيد. فراح ارجع اقول بلانك اسوي بلانك سيرفي. انا راح امشي سريع وهذه انتم على راحتكم اشتغلوا بها. بلانك سيرفي حتى يجيني فارغ راح نسوي فد مثال بسيط. شوف هذه دراج اند دروب، هذه العمليه اللي سهلتها اسري خلف الله عليها، ما تحتاج كودينج. قبل كله كودينج وما كودينج، هسه جيب وحط. فمثلا اضغط على هذه راح اسميه، شوف بس ضغطت على اي وحده انطاك الاوبشنز مالتها على اليمين. فمثلا لا خلينا نسوي اد، اريد تكست لاين، اريد احط تكست لاين اسحبه واخليه بالمكان اللي اريده، المفروض يقعد هنا. هنا فايش راح اسوي؟ راح اضغط هنا، من ضغطت عليه اعطاني خصائص على اليمين. فايش راح اسمي؟ راح اقول مثلا اسم الشخص على تمثال او اسم المقترح او المشتكي كيفكم بالضبط، اخليه اختياري. راح اجي هنا طبعا الديفولت هاي يقول لك، بس احنا ما راح هاي هنت عفوا، هاي الديفولت فاليو، تخلي فاليو ديفولت ماكو يعني بحيث بس يفتحها هي تطلع عنده مكتوبه ديفولت فاليو، بس احنا ما راح خليها فارغه. اكو هنا this is required question، اذا ضغطت على هذه راح يصير نقطه حمراء، يعني هذا اذا ما يترسم ما يقبل، فلازم ما تخليه. انا اختياري غلط مالتنا، فهذا راح نخليه اختياري ما راح نخليه من هنا. تمام، هذين البقيه اكو اذا مثلا عندك مينيمم وماكسيمم، اذا ذاك رقم، اذا رقم تحط المينيمم والماكسيمم مالته. راح نسوي له سيف. خلينا نضيف مثلا شو نريد نضيف بعد، ايش نحتاج احنا بالشكوى، ايش تحتاجون مثلا، كل واحد يضغط عليها الابيرنس مالتها ممكن تغيرها منها او تختار هذه مثلا. نسوي واحده شويه خليها هيك لون. شو نريد نضيف مثلا ايضا؟ قائمه منسدله مثل ما قال الاستاذ عمار اللي هي الدروب داون. اوبس بس تقف بعد ما كمشت الدروب داون، اسحبها واحطها هنا. هذه الدروب داون راح اسويها مثلا نوع الشكوى، مثلا نوع الشكوى راح اختار التشويسز الراندوم، لا خليها بالعكس. التشويس الاول شنو؟ كسر مثلا، يعني لا على التعيين. ايش عندكم مثلا بعد انه تسريب؟ شلون؟ شحه مثلا، شحت مياه. اذا تريد تضيف بعد اضغط على هذا الزائد وتضيف بعد. مثلا ايش عندنا مثلا النوب؟ لا شيء، ماكو شكوى بس دافيك عليكم. اللو اذر يعني يحطك مال الاذر، ماكو انه مو من ضمن هذه. ريكوايرد كويستشن، هذا راح نسوي ريكوايرد لازم. زين اكو شغله مهمه نقدر نضيفها هنا اللي هي شنو هي؟ اللي لازم نضيفها عفوا حتى يفرق الجايس عن الجوجل. انا عندي سيرفي بالجوجل اقدر اسوي سيرفي حتى افرق الجايس مالتي. شو اضيف؟ اضيف ماب، هو الماب هو اللي يعطيك احداثيات. فخلينا نسميها هنا موقع مثلا، موقع الشكوى على سبيل المثال. تو ذا بوينت لو لاين، لو احنا نريد بوينت طبعا هذه النوع مالتها توبوجرافيك راح اخليها مجري يعني صوره فضائيه حتى تصير. ديفايس لوكيشن، هذا حتى يضغط عليه، يضغط عليه حتى يشغل الديفايس لوكيشن يعني اللوكيشن مال الموبايل. كالكوليشن ذيس از ريكواير، تمام خلينا نسوي ريكواير بس نسوي له سيف. ايمج، اسحب الايمج واخليها هنا. ضيف لي صوره مال المكان، صور لمكان الشكوى مثلا. يقول لك تريده من الموبايل لو بس بالكاميرا، هذه طبعا جدا مهمه انه يحط لك صور من الموبايل لو الا يشغل الكاميرا وياخذها. فانا راح اخلي من مكان، ايش قد كم صوره يحط لك على الاقل؟ مثلا انا بدي احط لي صورتين على الاقل، تمام. الماكسيمم السايز الماكسيمم 10 ميجا، طبعا هذا يفضل انه تقلله حتى لا يسوي عندك. فهسه صار عندي السيرفي هذا كامل، اسميه عنوان شنو؟ هذا العنوان يعني؟
هذا بس تضغط هنا وتغيره. اي مكان تريدين غيره بس دوس عليه انت خصائص مالته هنا. هذا هذا عنوان هسه راح غير من هنا، راح غير عنوان السيرفي هنا يمي. شو راح اسميه؟ واللي يطلع فوق بال شو نسميه احنا بال بال بال, بال... بال... بالويب ويب براوزر راح نسميه مثلا الشكاوى. اوبس هسه صار عندي شنو؟ صار عندي سيرفي، فراح نسوي له ببلش هنا ويعطيني الرابط. ايه هذه حلوه هيك كسيرفي اللي سويت شفتكم قبل شوي اللي انا مسويها، سويتها كويب سايت. ليش؟ لانه انت هنا ما تقدر تظهر له المكان اللي يشوف من عنده الويب سايت ذاك الهاب الار جي اس هاب هذا ينطيك خاصيه ال يعني تسوي ويب سايت كامل تضمن بيه تضمن بيه السيرفي ان سيتيزن يوزر. تمام اوكي هذا هذا السيرفي لينك. اذا اسوي لها سويت لها كوبي يعني اذا اروح افتح سبرايفت شير سبرايفت كالبريت اي كاتب لي هنا بس احنا شويه مستعجلين. تمام هذا بس اسوي له بابليك من هنا تحت سيف. طبعا حتى الريزلت تقدر تسوي لها شير، احنا بعد ما جينا على موضوع الريزلت بالمناسبه ما جينا على موضوع الريزلت. ف كوبي يور ال خلينا نفتح هسه اليور ال هناك وين نفتح نو هذا السيرفي اللي خاص بنا. شوف هنا هسه هذه ما مفعله بس تضغط هنا يطلب من عندك يدخل على اللوكيشن. هسه راح يجيبنا المفروض على مكاننا